الله تعالى سره الذي ثم إلى حضرة شيخنا أحمد البدوي. قدس الله تعالى سره الذي ثم إلى حضرة شيخنا إبراهيم الدسوقي. قدس الله تعالى سره الذي ثم إلى حضرة شيخنا بالحسن الشاذلي. قدس الله تعالى سره الذي ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والرفاعية والجسية والسهروردية. قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم في الدارين، ثم إلى أرواح أئمة الأربعة كلهم أجمعين، خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح المصنفين والمفسرين والمحدثين من أهل السنة والجماعة، ثم إلى أرواح أهل الخير كلهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء المدفونين في هذه البلدة خاصة. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم بقدرهم لديك. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسخل أمورنا وفرج أحزاننا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما تعطينا في كل أمورنا وفي أهلنا وفي أموالنا وفي مجلسنا هذا خاصة، بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا عيبا إلا سترت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك لضمينا فيها، صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والنعمة والراحة والعزة والسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفنا من أمراضنا وأمراض مرضانا ظاهرية باطنية جسمانية روحانية، فاشفها كلها يا شافي الأمراض. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأقربائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قريناه وما صليناه وما سلمناه مونسا في قبورهم إلى يوم القيامة. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دكشنا كنر جلّا يسوى يس إذن دي رنداير تي پدنار ميلا دي كامبين دي سماپن پلواري لیک നമ്മുടെ ജില്ല ഇവിടെ വിവിധ ബ്രാഞ്ച് സെന്റർ ജില്ല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയ എല്ലാ നേതാക്കളെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി മൂളൂർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.